يعني خلينا نقول النجم محمد انور، انت منور طبعا على طول، انت منور الامارات حقيقي والله العظيم. بص زي ما الناس كلها، انت شفت طبعا الناس كلها فرحانه ازاي ليك وعلى النجاح اللي انت عامله، انت تستحق تستاهل. يعني اول حاجه منور الامارات، تاني حاجه منور راديو الرابعه، تالت حاجه كلمنا على البعبع، كلمنا على الفيلم. طلع بتضرب بس، ما انا اقول لك حاجه بجد، انا والله العظيم في الاول خالص هم باعولي فكره ان انت نجم اكشن. لا ده فيلم اكشن بقى، ده قلت لهم بجد والله، قعدت اتفرج على افلام اكشن وبتاع احط نفسي بقى في حته، قالوا لي ده نقله في منطقه حلو. رحت للتصوير لقيت انه الاكشن بتعمل فيا انا. فكل اللي اتعلمته من الفيلم ان انا ازاي اتضرب، مش ازاي، ما اتعلمتش ازاي اضرب دي خالص. وبعدين فجاه لقيت الاكشن صعب، انت بيولعوا فيك وبيخبطوك بعربيه، يعني مش حاجات عاديه، مش بنيه بدايه بيطلع عيني. وفي الاول قالوا ايه بقى، بص يا معلم احنا هنجيب لك دوبلير وبتاع، ما تقلقش الحاجات دي كلها بتبقى مش حقيقيه يعني. فتمام، فانا بقى قاعد كده وامير قاعد جنبي والدوبلير هيولعوا فيه، فهو يجي جنبي يقول لي ايه، انت عارف لو ولعوا فيك انت ابراهيم الابيض؟ اقول له انت، يقول لي والله لا انت شفت احمد السقا لما ولعوا فيه راح فين؟ اقول له بجد هروح في الحته دي، يقول لي اه، اقول له والنبي ولعوا فيه. اروح انزل لهم والنبي ولعوا فيه بسرعه. لما بتمثل مع حد من نجوم مسرح مصر زي توتا كده، وانت اشتغلت مع الرجاله كلها تقريبا، بتحس ان في اختلاف مع مسرح مصر الافلام اللي انتوا بتعملوها زي البعبع وغيره؟ بس انا هقول لك حاجه، هو والله يعني في، يعني بجد عبد الرحمن، اتكلم على عبد الرحمن بشكل الاول وبعدين على الفيلم. عبد الرحمن من اكتر الناس اللي انا كمتفرج بحب اتفرج عليه في السينما جدا جدا، يعني هو شاطر جدا في السينما، فاهم قوي يتعامل مع الكاميرا بتاعت السينما ازاي، لانها مختلفه عن الفيديو عن المسرح، فهو بيعرف يعمل ده كويس قوي وشاطر فيه جدا يعني بجد. انا بقى مبسوط انه احنا مع بعض في الفيلم هنا لسبب بقى، لانه احنا اصلا ما بنتقابلش نهائي في الفيلم. اوكي في الفيلم اقسم بالله ما في شوت بيجمعنا مع بعض. ماشي. هو والله نجم اكشن دلوقتي. لا هو في الفيلم بقى نجم اكشن. ما انا بقول لك، بس ما فيش ما بيني وما بينه، لان هو في لاين وفي اتجاه وطالع فيه بسم الله ما شاء الله يعني، وانا في اتجاه تاني خالص في الفيلم. وتحس انه حلو ان احنا ما نقابلش بعض لسبب، عشان الناس ما تربطش ما بيننا يعني، عشان ما يبقاش في ربط برضه، الناس عارفه ان احنا اصحاب. فلو انت فكره انه الناس خرجت من بره فكره ان احنا اصحاب، وان احنا، وان ده بيعمل دور وحلو جدا، ده بيعمل دور حلو، وده حصل اللهم لك الحمد، عشان كده الواحد مبسوط بيه يعني. طيب انور، خلاص خرجت ودماغك خرجت تماما من مسرح مصر، ولا انتوا لسه موجودين فيها يعني؟ بالك احنا لسه الناس بتربطكم، انا بتكلم على كده. لا هو الحمد لله رب العالمين. لا احنا خد بالك، هو حاجه حلوه جدا ان الناس تربطك بعمل اللهم لك الحمد نجح 10 12 سنه. صح. يعني انت فاهم قصدي، فان انت الشطاره بقى انك انت تنجح نجاح يعدي النجاح ده، مش ان انت تتنصل من ده، لانه ده اللي ربنا كرمك منه يعني فاهم. فانت لفكره ان الناس تقول لك ايه ده انا بحب مسرح مصر بتاع، دي حاجه تفرحني جدا، بس تحملك مسؤوليه اكبر انك عايز بقى تنجح نجاح يعدي ده انت كفرد، لان احنا خلاص خرجنا في السوق وكل واحد بقى شايل يعني شايل الشغل كله على كتافه، فانجح انت. صح. فبقت الفكره دلوقتي، في الاول كانوا ممكن مثلا لو حد عمل حاجه او بتاع يربطونا بينا كلنا مع بعض، دلوقتي لا بقى بجد كل واحد بيتقيم بشكل فردي بشكل كويس يعني. فيلمين في العيد، مستر اكس مع حبايبك فهمي وعبد الوهاب والرجاله كلها طبعا، بص وكمان فيلم البعبع في العيد. انت ما كنتش قلقان وانت داخل فيه انا عندي فيلمين في العيد، ولا كنت حاسس ان هي دي الحاجه اللي انا استحقها من زمان؟ بص هو انا بقى لي كتير قوي بتعرض عليا سينما كتير وبتعرض على بطولتي، وكتير قوي قالوا لي ايه اعمل والشغل بيجيب شغل وبتاع وزمالك هيسبقوه، عارف الكلام ده. أيوة. انا كنت من البدايه خالص السينما بالذات بصراحه، هو احنا بنمثل عشان السينما. صح. وانت واحنا صغيرين النجم بالنسبه لنا هو نجم السينما. السينما فانا نفسي لما ادخلها حلو عشان ما تخرجش منها فاهم. صح. فما كانش يعنيني خالص التوقيت، وناس كتير لمت عليا. انا كنت اقدر والله والله في الخمس سنين اللي فاتوا دول مثلا اعمل 10 افلام بطولتي، بس كنت هتحط في حته انا ما كنتش حاببها. انا حابب ان ابقى في اعمال كبيره واعمال قويه، لا اعمال كبيره، انا اشتغل مع نجوم كبار في اعمال كبيره، اخد من جمهورهم، لان خد بالك في نجوم كتير قوي نجوم جدا في المسلسلات لكنه ما بيقدرش يجيب فلوس في السينما. صح. فخد بالك السينما دي انك تنزل الناس يقطع لك تيكت دي، فلازم تشتغل مع ناس بيتقطع لهم تكت فالاول، فتجيب جمهورهم وبعد كده واحده واحده عشان لما تعملها يتصرف عليك زي ده يعني. انا دلوقتي اللهم لك الحمد المنتجين كلهم بيكلموني تعالى نعمل لك فيلم، بقول له هتصرف عليا زي امير كرر،
لا يبقى خلينا نشتغل مع امير. اقول له انا احسن واحد في الدرب. يا انور يعني اول حاجه والله انت منور راديو رابعه، منور الامارات كلها، منور دبي. شكرا جدا، ويستحق كل حاجه. مستنيين كمان العرض الخاص لمستر اكس ان شاء الله، اكيد ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين احنا كمان فيه. الف الف مبروك على كل حاجه. ربنا يخليك. عايزك بس تقول كلمه اخيره لراديو الرابعه وكل مستمع راديو الرابعه. عايز اقول لكل مستمع راديو الرابعه بجد كل سنه وانتم طيبين، وتخشوا تتفرجوا على فيلم البعبع هتتبسطوا. وانا مبسوط ان انا يعني موجود بصوتي، هي صوت وصوره راديو الرابعه صح، موجود بصوتي وصورتي في راديو الرابعه، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره ان شاء الله يا رب.